هل انواع اليوم مشاهدين اخلي اسوي شويه يعني منافسه شويه اخلي علقها. احنا يقول لك يم شلون يم غرب خرب، احنا راح نرجع لبغداد خلينا نعلقها نسوي طائفيه، بس طائفيه ايجابيه على المنتجات. يا ولا احسن لان بدي جل وبلد. حلو والله حلو. في الحقيقه يعني احنا المنافسه بدي جل اكثر انتاج بالعنب من بلد. بلد عندهم مميزين بالانتاج العنب العراقي الاسود العراقي. انا سؤالي واضح. ايه. من الاحسن او في الكميات؟ في الحقيقه يعني كوجهه نظر لا الدجيل افضل زراعتها بالعنب. يعني من الدجيل يقول من الدجيل. لا لا افضل. يعني اهل بلد اهل بلد نجيكم في يوم اسبوع من الاسبوع نشوف العنب مالتكم ونشوف نقيم. وانتم قارنوا. وانتم قارنوا وشوفوا الاصناف اللي موجوده بالدجيل والاصناف اللي موجوده ببلد. يا هالبلد هنا لحد الان زين. سوي لكم حلقه ونشوف. استاذ علي يقول الدجيل احسن، احنا بعد ما ندري. عمي يا ريت الطائف يظل على عنب منه احسن وتمر منه احسن وزرع منه احسن. حلوه المنافسه هي. اي لا لا حلوه كلش حلوه.